السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم سوف يكون موضوعه حول كيفية إضافة اللغة العربية والإنجليزية للويندوز. نضغط على ديماري، نروح على بانو دي كونفيغوراسيون، نختار من هون ريليون اي لونغ، نفتحها تجينا هاي الصفحة، نضغط على كلافيي اي لونغ، بعدين موديفي لي كلافيي، نضغط عليها تجينا هاي الشاشة الصغيرة، نضغط على إضافة أجوتي، ونختار هون اللغة الإنجليزية كلافيي. أوكي، هلأ ضفنا الإنجليزية وراح نضيف العربية. نجي أجوتي إضافة، اختار اللغة العربية. طبعا اللغة العربية موجود يعني للجزائر، للمغرب، للأردن، لا تختار يعني أنت وبلدك. أنا مثلا راح اختار تونس، كلافي أزرتي، عرب أزرتي، أجوتي. أوكي أوكي، ونسكر هاي. خلصنا. طبعا مثل ما أنتم شايفين صار عندي عربي والإنجليزي وإضافة للفرنسي اللي كان من الأول على الويندوز يعني. وهيك بيكون انتهى شرحنا لليوم، إن شاء الله استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.